السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على المنصة Autodesk Construction Cloud. ده بتقدر من خلالها تتابع المشروع بتاعك، يعني حتى بتتابع درجة الحرارة والرطوبة والمطرة وكل حاجة خاصة بالمشروع، طبعا من الملفات والشيتات وملفات الريفت والحاجات دي كلها. طيب بداية كده خلينا نقوله مثلا احنا عايزين نشوف الشيتات، فيبدأ ان هو يفتح لك الشيت. فوق هنا هتلاقي اسم المشروع اللي انت موجود فيه، لو في اكتر مشروع هيظهرهم لك كلهم. لو هتبدأ مشروع جديد ممكن تقول له تمبليت وتبدأ ان انت تبدأ مشروع جديد. الملفات هي موجودة وبيقول لك بقى التاجز، بحيث ان انت مثلا عايز الميكانيكال عايز الالكتريكال يبدأ يجيبهم لك كلهم. هنا الديسيبلين، طيب تقدر تعمل سيلكت على اي لوحه فيفتحها لك اونلاين، مش لازم يكون عندك اي برنامج عشان تفتح الملفات، فتقدر ان انت تشوفها وتراجعها. هو بيستعمل نوع من انواع الذكاء الصناعي، يعني لو عملت سكان لاي لوحه يبدا ان هو يعرف الرقم بتاعها من هنا، لان ممكن تكون موجوده في اي مكان، فهو يبدا ان هو يفهمها يعرف اني واحده اللي مقصود بيها ان دي رقم اللوحه، اني واحده السكيل، فبالذكاء الصناعي بيقدر يفهم الحاجات دي موجوده فين. ممكن تقول له فيت اوف فيو لو انت مثلا عامل زوم وعايز تشوف جزء معين، ممكن تقول له فيت اوف فيو، ممكن تعمل زوم على جزء معين. بالشكل دوت تقدر ان انت تقيس، تقدر تعمل روتيت للبيج لو هي مش مظبوطة، تقدر تدخل بقى في الاعدادات بتاعت السيتنج، مثلا تسرع الماوس مثلا مجرد ان انت تحرك البكرة في النص يبدأ يعمل معاك زوم. ممكن تقول له أنا أعكس للون، لو في أنيميشن تبدأ تظهر معاك. وهنا أدوات حلوة للمراجعة، زي مثلا أنت عايز ترسم خط أو عايز تحط دايرة أو عايز تعمل أي حاجة، فبيساعدك في إن أنت ترسم أهو. ممكن تحط تكست، ممكن تحط كول أوت على جزء معين. كل دي ادوات بتساعدك في ان انت تكتب بقى ملاحظات معينه، كومنت معينه، وبعد ما تعمل الكومنت تقدر ان انت تعمل مثلا الشفافيه بتاعتها، ممكن تسيفها تعمل بابلش بحيث انها تتبعت للناس اللي مهتمين بالقصه ديت. ممكن تضيف ريفرنس فايل معين او ار اف اي او فورمات بحيث تبقى موجوده مع الملف اللي انت تبعته. هنا دي لو في ايشيو معينه تبدا تظهر معاك هنا، لو انت في اي ايشيو انت كاتبها تبدا تظهر معاك في الفولدر هنا. هنا ده اللوكيشن، هنا الحاجات الخاصه بالاسيتس، دي بقى الفاسيلتي مانجمنت، ممكن تقول له انا عايز اشوف الاسيتس اللي موجوده في الملفات. طيب خلينا نقول له باك، يبدا يجيب لنا الشيتس. هنا الفايلز اللي موجوده ممكن ما تكونش، ممكن تكون صور، فيديوهات، ملفات بي دي اف، اوتوكاد، اي حاجه ممكن تعمل ابلود للملفات زي ما انت عايز. ممكن تسحب وتحط الملفات الخاصه بالمشروع. الايشوز لو في اي مشاكل في اي لوحه تبدا تظهر معاك هنا، على اساس لو في ميتنج تبدا توريها للناس اثناء الميتنج، لو في اي مشاكل عايزين تناقشوها تبدا تظهر معاكوا المشاكل كلها. كريت ايشو، الفورمز دي بتبقى جاهزة بحيث لو انت مثلا عندك عايز تشوف ايه المشاكل الموجودة والحاجات دي كلها، فتقدر تبقى في حاجة تراجع من خلالها. ممكن حتى تعمل فورمز نزلت الموقع شفت مشاكل معينة، ده مثلا تقرير يومي ديلي ريبورت، ممكن طبعا تاخده وتقول له كريت فورم ويبدأ يظهر معاك هنا. في حاجات خاصة بالهازارد، في حاجات خاصة بالتايم شيت. طيب ده السكادول، فاقول له كرييت فورم فيبدا يعمل لي حاجة أساسية وتبدا انت تعدل من خلالها. تمام، يعني دي الشكل الافتراضي او التمبليت اللي هتبدا منه، لكن ممكن تعمل بعض التعديلات بحيث ان هو يبقى خاص بالمشروع بتاعك وتحط البصمة بتاعتك في قلبي. تمام، ده تايم شيت اهوت.
هو اوتوماتيك اخد الاسم بتاعي، اخد التواريخ، الشهر مثلا، الويك اند، الكومباني، يبدأ ياخد الحاجات. وتقدر انت بقى لو عايز تعدل اي تعديل تقدر انت تعدل فيه، ممكن بس تعدل في التاريخ، ممكن تحط ريفرنس معينة تمام تكون متعلقة بالملف دوت. طيب الصور برضو هتلاقي معلومات عنها، تقدر وانت في الموقع تقدر ترفع كل الصور اللي انت عايزها بحيث بتشاركها مع الناس اللي موجودين في المكتب. هنا الجاليري تقدر ترفع اي صور، تقول له اد وتضيف اي صور انت عايزها، مثلا وانت شغال في لقيت حاجة مش صح فتبدأ ترفع الصور. مثلا خلينا نرفع صورة العنقاء بنكس، وتبدأ تدخل الداتا بحيث الصورة دي الوصف بتاعها ايه، موجودة فين، في اللوكيشن، سب لوكيشن، عندنا تاكس موجودة، عندنا مين اللي عملها، ابلود مش غيري، RFI request for information. لو انت عايز تعمل RFI بيساعدك، بيديك زي تمبليت بسيط تقدر تستخدمه. فهو بيقول لك مفيش لغاية دلوقتي، فاقول له create RFI، ويبدأ بقى يسألك ايه المعلومات اللي انت عايز تحطها في ال RFI. يعني مثلا ده open for manager ولا draft، طيب التايتل بتاعك اسمه ايه، طب مين اللي هيراجع معاك. طب التاريخ بتاعها، طب اللوكيشن، هتقول له مثلا الغرفة الفلانية، طب الديسيبلين، طب البريوريتي، طب الاسكادول، امبورت. طيب برضو السبميتال تقدر تتابع من خلالها السبميتال، بيقولك عشان تبدأ ممكن تقول له وان سبميتال مانجر، او تبدأ شوف اند شوز بروجكت نمبر ميثود. ماليش برميشن عشان اعمل كده. الاجتماعات طبعا بتبدأ بقى تشوف الاجتماعات، وتبدأ ان انت تنظم اللي هيحصل بعد كده، وتبدأ تكتب ملخص للي فات، كرييت ميتنج. فبيقول لي مين اللي ممكن يحضر الميتنج دوت، والملخص بتاع الميتنج عشان لما ندخل الميتنج نكون عارفين احنا هنتكلم عن ايه. عندنا طبعا الاسكادولات تمام، المفروض المدير بقى هو اللي يعمل الاسكادول اللي يبعته لنا. الاسيت اللي هي الاصول اللي موجودة في المشروع، طيب هقول له امبورت اسيت، فبيقول لي ابدأ ارفع الملفات اللي انت عايزها. طيب لو انت مش عارف او هتعمل ايه، فممكن تقول له داونلود اسامبل، بيحمل لك سامبل منه وتبدأ تدخل البيانات وترفعها هنا. يعني هو عامل لك هنا زي تمبليت تقدر ان انت تستعين بيه. هنا الريبورت او التقارير، ممكن تبدأ تقول له كرييت ريبورت، فيقول لك عايز ديتيل ولا عايز RFI ديتيل ولا ايه الحاجة، التقرير اللي انت عايز تعمله. هنا الأعضاء تقدر تضيف الناس اللي هتشتغل معاك في المشروع، سواء من شركتك أو من شركة تانية، تبعت لهم إيميل بحيث لما يضغطوا عليه ينضموا للمشروع. بعد كده نبدأ ندخل في الإعدادات بتاعت ال ACC. تقدر بقى تشوف اسم المشروع، الأدرس، تقدر تقول له إيديت وتعدل فيها زي ما أنت عايز، التواريخ والحاجات دي كلها، اللوكيشن. تقدر تحدد اللوكيشن بدقة، تقدر تضيف أكتر من سب لوكيشن، وهنا ممكن تحط بقى الممبرز الموجودين، هنا الكومبانيز الشركات اللي موجودة. طبعا تقدر تيجي هنا وتقول له أنا عايز الدوكومنتس أو البيلت أو الكوست مانجمنت أو الانسايت. الانسايت هيديك
المعدلات او الارقام اللي موجودة. طيب خلينا نخش مثلا بيلت، دي بيلت. طيب عايزين نقول له مثلا دوكومنتس، هجيبهم لك بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له كوست مانجمنت، يظهر معانا بالشكل دوت. طيب الانسايت ده الداشبورد بتاعتك، بيبدأ يديك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عن المشروع، عدد الار اف اي، ترد عليه بقد ايه، الحاجات دي كلها. فده تقدر تتابع اداء المشروع من هنا، تقدر تعمل له اكسبورت او تعمل له كاستمايز زي ما انت عايز، تقدر تضيف لوحة تانية زي ما انت عايز. ده ملخص للديسكونستراكشن كلاود، وهي ده فعالة لمراقبة أداء المشروع.